ايه يا دود ده؟ سيب اللي في ايدك ده، خد احلى سندوتش من خاله. لا ده دود ده بياخد باله من اكله قوي. اكل مين يا ام اكل؟ وانا في سنه كنت باكل بال 15 بيضه وال 20 رغيف. ايه مال شكلك كده؟ انت ما بتاكلش ولا ايه؟ ده لسه جاي من السوبر جيت. سوبر جيت مين؟ ده انا كنت بروح اسكندريه بعجله وارجع هرولا. عارف يعني ايه هرولا؟ السماعه اللي في ودنك اللي انت حاططها دي بتسمع ايه؟ بيزو ولا حاحة؟ فين ايام زمان كانت الموسيقى موسيقى ما كناش نسمعها عن طريق البيانولا. عارف البيانولا ولا؟ طبعا تليك ولا انت عارف حاجه؟ انت اتخرجت ولا لسه؟ حبيبي لسه مخلص مشروع تخرجه وجاب جيد جدا. يا سلام، هو جيد جدا دي حلوه. ده وانا في سنك عملت المشروع بتاعي عن نشأة الضفدع على الطماطم في وسط البيئه الاجتماعيه، فاكره يا دود؟ ايوه فاكره يا سامح، اما كان بيقف على كتفه ويعمل كده كك 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 كك، وكمان كان بيروح على كتفك انت كمان ويمشي على ظهري ويقعد يعمل كده وكده كك 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 كك، بس ايه ده في ايه؟